السلام عليكم، دايرين شخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنىكم كلكم تكونوا في احوال طيبه. نهار الثامن، مثل الثامن، واللي كيقول والله ما قفلتي لا فورتي مثل متداول تنقولوه بزاف، والمعنى ديالو ان اللي بحال كنا كنقولوا من جد وجد ومن زرع حصد، لما زرعتي ما غتحصد، ولا ما قفلتي ما غتفور. شنو المعنى ديال لا قفلتي غتفور؟ بالنسبه للدراري اما البنات راه يكونوا عارفين شنو هو التقفال وشنو هو التفوار. التفوار ديال الكسكسو، كنا الكسكسو في الكسكاس والبرمه كنديروا فيها المرقه وكنديروا فيها الحيمه وداكشي، مي الكسكاس الا بقى محطوط فوق البرمه بلا ما يتعقد بلا ما يتسد، هادشي شحال هادي من دابا راه ولا داكشي زوين. كانوا كيديروا واحد الثوب تيديروا فيه بحال العجينه باش كي يعمر وكيتسد، يعني كيربطوا داك الكسكاس مع البرمه باش داك الدخان اللي كيخرج من البرمه كيطلع في الكسكاس وهكا كيفور الكسكسو. فالا ما تربطش الدخان تبدا يخرج من الجناب والكسكسو ما عمره غيفور، يعني الا ما قفلتي ما غتفورش. وهذا الشيء اللي كنقولوا للدراري اللي تيقراو دابا، راه الا ما حفظتيش وما قريتيش راه ما تعوش تنجح، وحتى الا نجحتي ما عمرك غادي تطفرو. تخيلوا طبيب نهار يجي عنده مريض يقول ليه بلاتي نمشي ننقل، حشوم شويه المجهود وقفلو باش تفورو. علاش جبتي هذا؟